سي وعرفنا مع بعض ايه هي الثوابت A و B و C، ماشي، وحليناها مرة للمنحنى ال كريست اللي هو المنحنى المحدب، ومنا المنحنى الساج اللي هو المنحنى المقعر، ماشي. آخر حاجة كمان فاكرة ان انا قلتها لكم، طبعا كان في بعض الناس فيكم وانا بشرح متلخبطين في حكاية ان منسوب النقطة الأخيرة يبقى هو منسوب النقطة الأولى، والكلام ده طبعا مش مظبوط، والرسمة اللي قدامنا بتوضحه. لو بصينا عليها شوية اهي، احنا عندنا جي واحد وجي اتنين مش بالضرورة يكون قيمهم زي بعض. هو منسوب النقطة الأولى ممكن يساوي منسوب النقطة الأخيرة في حالة واحدة بس، لو كان جي واحد بيساوي جي اتنين، واحد بالموجب واحد بالسالب. لكن الحالة العامة مش بالضرورة ده يحصل خالص، دي حالة خاصة بتحصلش كتير. بالعكس، اللي بيحصل والحالة العامة واللي بتحصل في 99% من الحالات إن قيمة جي واحد وجي اتنين مش بالضرورة يكون ليهم علاقة ببعض. أنا بختار الميول على أساس إن أنا أحقق الشروط اللي كنا قلناها المرة اللي فاتت، إن أنا يكون عندي أقل كمية حفر وأقل كمية ردم، وإن كمية الحفر والردم يكونوا متناسقين مع بعض، وإن أنا أقدر ألتزم بقيم الميول في المنطقة دي. معلش ثانية واحدة. وان انا اقدر التزم بقيم الميول اللي مناسبه للطبوغرافيه بتاعه المنطقه دي، تمام. فمش بالضروره خالص قيمه الميل الاولاني بتساوي قيمه الميل الثاني ايا كان، تمام. هو في الرياضه لما بيجوا يشرحوا لنا البارابولا ممكن يكون الميل الاولاني بيساوي الميل الثاني عشان يسهلوا علينا، عشان نقدر نفهم شكل البارابولا الاول. بعد كده وانس ان احنا فهمنا الحاله الخاصه نقدر نطبقها على الحاله العامه، ماشي. انما لما بنكون بنشتغل ابلكيشن زي ما احنا دلوقتي بنشتغل ابلكيشن للمعادله بتاعه البارابولا في الطرق في المنحنى الراسي، احنا دايما بناخد الحاله العامه لان هي دي الموست كومن ونطبقها. والحاله العامه لما ابقى عارفه المعادله بتاعتها بتنفع على اي حاله من الحالات الخاصه، ماشي. الشكل اللي قدامنا لو بصينا فيه نقطه البوينت اوف فيرتيكال كيرفيتشر او بدايه المنحنى الراسي ما هياش خالص في منسوب نقطة البوينت اوف فيرتيكال تانجنسي، لأن ده مش بالضرورة خالص يعني. دايما كمان في حد سألني بعد المحاضرة المرة اللي فاتت إن بعض حالات المنحنيات البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن ما بتبقاش في النص، ماشي. لا، الحقيقة معادلة البارابولا حتى لو كانت جي واحد وجي اتنين ما بيساووش بعض، دايما دايما البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن اللي هي نقطه تقاطع الممسين بتكون في النص، ماشي. طيب ايه الحاله اللي زميلنا ممكن يكون حاسس انه شافها في الطبيعه او شافها في حاجه قبل كده، اي ابلكيشن تاني او معادلات رياضيه او كتاب ممكن تدي الحاله دي؟ ازاي يكون انا عندي البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن مش في النص؟ اول حاجه الحاله اللي قدامنا اللي فيها البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن في النص، ودي برضو الحاله العامه للمنحنى، هي حاله بنسميها السيمتريك كيرف. هو مش سيمتريك في الـ او اكسي سيمتريك، يعني اكسي سيمتريك كيرف. هو مش سيمتريك حوالين المحور الرأسي الا في حاجه واحده، ان نقطه البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن في النص، ماشي. طب لو انا عندي حاله بقى ما فيهاش القصه دي، ما فيهاش التماثل، بتيجي ازاي؟ فاكرين الكومباوند كيرف اللي خدناه في المنحنيات الافقيه؟ حد فاكره؟ اللي هو بيلف، اللي هو بيبقى الاتجاه المركز مختلف في الجهتين، واحد يمين واحد شمال. لا، ده ما اسموش كومباوند كيرف، ده مش منحنى مركب، ده منحنى عكسي، كل صح واحد ولا لا؟ مين فاكر الكومباوند كيرف؟ ماما منحنيين كل واحد ينط قطر. ايوه، وما بينهم نقطه بينهم تماس، تماثل. تمام. والمركزين طبعا لا ينطبقوا على بعض بما انه نصف قطر مختلف، فالمركزين لا ينطبقوا على بعض، بس المركزين الاثنين بيقعوا على جهه واحده من ايه، من الطريق، لان احنا في حاله المنحنى الافقي بنبص على البلان من فوق، ماشي. فاللي بنشوفه هو خط سنتر لاين الطريق، تمام.
احنا بقى لما نيجي نتكلم على المنحنى الرأسي اللي ما فيهوش بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن في النص، احنا بنتكلم على حاجة شبه الكومباوند كيرف كده، بس ايه بقى، بدل ما يبقى عندنا قوسين من دايرتين في البلان وبينهم نقطة تماس، يبقى عندنا منحنيين رأسيين بينهم نقطة تماس، ماشي؟ فهيبقى لو انا عندي المنحنى الاولاني ميلو جي واحد والمنحنى الاخير ميلو جي اتنين، ماشي، في مماس في النص، المنحنى الميل جي واحد ده بيمثل لي خط المماس، تمام؟ ولو عندي الميل الاخير هنسميه برضو جي اتنين، هيبقى عندنا ميل في النص او مماس في النص، مماس مشترك للمنحنيين، ماشي. الميل بتاعه بيتحدد بمعادلة كده في المساحة خدتوها زمان، مش فاكرة إذا كنتوا يعني، أنا فاكرة إن أنا في كورس المساحة اللي أنا خدته زمان كنت درستها، معرفش أنتوا درستوها ولا لأ، بس يبقى عندنا مماس مشترك، ماشي. أنا مش عايزاك تدخل في القصة دي خالص، ماشي، لأن إحنا في الطرق الدنيا مور سيمبل ذان كده، يعني أسهل من كده، ماشي، ما بحتاجش الحالة دي إلا نادرا نادرا نادرا، تمام. طيب خلينا قبل ما نكمل نفكر بعض. كنت قلت لكم برضو في المحاضرة اللي فاتت إن لو أنا بطبق في المعادلة بتاعتي، إحنا طبعا عارفين إن الـ A هي الـ J 2 ناقص J 1 على 2 L، والـ B في المعادلة اللي قدامنا دي ثوابت المعادلة هي الـ J 1 مضروبة في X. طبعا الـ J 1 ده هنا بإشارتها، يعني لو صاعد يبقى موجب، لو هابط يبقى سالب، والسي هي منسوب نقطة البوينت اوف فيرتيكال كيرفيتشر. ولما اجي اطبق في المعادلة دي، لما احط الوحدات بالمتر او بالفيت، فانا بحط الجي واحد والجي اتنين بقيمتهم الحقيقية اللي هي ايه، الميل 3%، القيمة الرياضية بتاعته بوينت او 3 اللي هي 3%، ماشي، وهكذا. خلاص، وقلنا الطريقة دي أحسن. ممكن في طريقة تانية، لو أنا خدت الستيشنز اللي هي الستيشن 100 فيت وحطيتها هي الوحدات، أشتغل جي واحد وجي اتنين بالبرسنت، بس بلاش انتوا الطريقة دي، ماشي. كنا رسمنا الرسمة دي وهناك في المحاضرة على السبورة، حددنا قيمة الزد وحددنا قيمة الإكس وحددنا إزاي بتحسب الواي لكل من المنحنى المحدب والمنحنى المقعر. سوري يا شباب. حاجة تانية عايزين نقولها، إنه المسافة طبعا الستيشنز بتتقاس من أول بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن لحد البوينت اوف فيرتيكال تانجنسي على الخط المستقيم مش على المنحنى. ده مش زي المنحنى الأفقي. المنحنى الأفقي هو تغير في المسار بيبان على البلان، وبالتالي لازم نقيس الأطوال على المنحنيات لسبب بسيط، إن طول المنحنى في المنحنى الأفقي غير طول اللونج كورد. أنت بتمشي على المسار المنحني، فهو ده المسار الحقيقي بالطول الحقيقي اللي أنت المفروض تحسب عليه الاستيشنز بتاعتك وتحسب عليه كميات الحفر والردم بتاعتك. اما هنا فانت الخط الافقي اللي هو الطول الافقي للمنحنى، طول مستقيم يعني اقصد، معلش، هو طول المنحنى الحقيقي، بينما الخط الاخضر اللي باين قدامنا ده هو ده مش مسار، هو ده مناسيب. يعني كده كده لو انا قايس الاستيشنز بتاعتي على الخط المستقيم وعارف فروق المناسيب اللي منها ارتفاعات الحفر والردم، هقدر احسب كميات الحفر والردم مظبوط. فنخلي بالنا عشان الناس بتتلخبط ساعات ما بين المنحنى الرأسي والمنحنى الأفقي. المنحنى الرأسي بيعبر عن المناسيب، ماشي، ما بيعبرش عن المسار. المسار اللي بيعبر عنه البلان أو شكل المنحنيات الأفقية مع الخطوط المستقيمة، ماشي. طيب أنا بقى عايز، اتفقنا من البداية أنا بحاول أعرف معادلة وبعدين عايزين نصمم المنحنيات بتاعتنا. يعني دلوقتي المفروض انا المنحنى عبارة عن جي 1 وجي 2 وال، طول المنحنى كام؟ خلاص، الجي 1 والجي 2 بنختارهم تبعا للقواعد اللي اتعلمناها المرة اللي فاتت، ان انا بحاول
خدنا كده كام قاعدة، منهم ان انا بحقق اقل كميات حفر ورد، وان كميات الحفر والرد ما تكون متوازنة عشان ما نقلش تربة من الموقع او الى الموقع، وان انا ما بجيش في منطقة التربة الضعيفة واخليها واخلي الطريق منخفض، لان لو التربة ضعيفة حوالين الطريق، طبعا التربة ضعيفة نقصد بيها انواع التربة الضعيفة قوي زي التربة المنتفشة والتربة الكولابسينج سويل بانواعها، الحاجات اللي يعمل زي الروبة كده. فانا باجي في المناطق الضعيفة دي وبرفع الطريق بتاعي. تمام. الحاجة التانية كمان كنا اتعلمنا برضو في المحاضرة اللي فاتت، ان في جداول الميول، والجداول دي بتتغير على حسب الطريق، هل هو في ارض منبسطة ولا في ارض جبلية ولا في ارض كده بين البنين. بس كمان قلنا من الخبرة المصرية ان احنا عندنا في مصر معظم الاماكن بنقدر نستخدم ميول لحد من 4 لـ 6% اقصى حاجة كأقصى ميل يعني، وأقل ميل عشان خاطر نقدر نصرف مية المطر هو ربع لـ 3%. طب ده بالنسبة للميول. احنا عايزين نحدد طول الكيرف. لما بنيجي نحدد طول الكيرف الحقيقة بنحدده بما يتناسب مع السايد ديستنس، سواء كانت الستوبينج او الباسنج سايد ديستنس. فطبعا وفي معظم الحالات يا جماعة بنبقى مرتبطين اكتر بالستوبينج سايد ديستنس. فانا عشان اصمم الفيرتيكال كيرف في معادله وضعيه حطوها لنا، المعادله اللي قدامنا دي، بس هي المعادله الحقيقه واخده تو فورمز، يعني المعادله ليها قيمه مختلفه او ليها فورم مختلفه لو كانت قيمه الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال، او لو كانت قيمه الستوبنج سايد ديستنس اكبر من ال. نفكر بعد تاني، هي ايه الستوبنج سايد ديستنس؟ حد فاكر ولا فكركم انا؟ المسافة اللي بتسمح للسائق إنه يقف قبل أول ما يشوف عائق قبل ما يحصل أي تمام. خلل. واحنا اتعلمنا نحسبها مع بعض وخدنا لها معادلة، والمعادلة دي كانت 1.47 بي في تي زائد بي تربيع على 30 جوه القوس الاحتكاك زائد الميل. ماشي. والميل طبعا بإشارته. تمام. ونفس المعادله دي لما بيكون الوحدات، طبعا المعادله اللي انا قلتها معادله وضعيه فمرتبطه بالوحدات، فالمعادله اللي انا قلتها من شويه بالصوابت بتاعتها كانت المعادله لو كانت الستوبنج سايد ديستانس بالفيت والسرعه بالمايل بير اور، ولو نفس المعادله اتغيرت لان الستوبنج سايد ديستانس تبقى بالمتر والسرعه تبقى بالكيلومتر بير اور، فيبقى الصوابت هتتغير. 1.47 هتبقى 0.278، و ال 30 هتبقى 154 او 155. ماشي. مش هتفرق 54 او 55، مش هتفرق، في كتب كده وفي كتب كده. 200 سوري 254. ف الستوبنج سايد ديستنس واحنا عارفين نحسبها ازاي. المعادله بقى بتاعه ال اللي هو طول المنحنى اللي احنا عايزين نحسبه بما يحقق الامان لو اي شخص من الاشخاص اللي ماشيين على المنحنى او اليوزرز شاف عائق قدامه، زي الصورة اللي قدامنا مثلا. نبص في الصورة كده، لو فرضنا ان اليوزر اللي ورا ده في عربية اللي لونها ازرق دي متعطلة على الجانب الاخر المنحنى، وهو ما كانش شايفها قبل ما يطلع المنحنى. تمام. فاحنا عايزين نحسب طول المنحنى ده على الكريست كيرف او المنحنى المحدب، بحيث ان الشخص ده لما يشوف العربية المتعطلة او ايا كان نوع العائق، مش لازم عربية متعطلة، يقدر يتوقف قبل ما يصطدم بيها. تمام. فالمعادلة بالشكل اللي قدامي ده، لو كان طول الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال، فقال لي ان قيمة ال ال بتساوي ال a. انتوا ما تعرفوش يعني ايه ايه، فهنشرحها دلوقتي. عارفين قيمة ال g1 وال g2 اللي هو الميل الاولاني والميل التاني، لما نطرحهم من بعض وناخد القيمة بتاعة الطرح بتاعهم دي كقيمة مطلقة كام، فهي بتعبر عن الايه. يعني ايه قيمة مطلقة؟ يعني احنا لو قلنا مثلا المنحنى قدامنا اهو، ماشي، الجي واحد صاعد ايا كانت قيمته، والجي اتنين هابط ايا كانت قيمته، فلو قلنا ده ساي 3% وده 2% بالسالب، فتلاتة ناقص ناقص اتنين بخمسة، مفيش مشكلة. لما نيجي في المنحنى الساك
قيمة الاي هتطلع بالسالب، واحنا ما بنطبقش في المعادلات خالص بالسالب، تمام؟ فالاي عموما هي الفرق بين الميلين، ماشي، او الجي واحد ناقص الجي اتنين. في كتب بتكتبها جي اتنين ناقص جي واحد، لان زي ما قلت لكم كده في الاخر هو بيحط القيمة دي كقيمة مطلقة مش بإشارتها، ماشي. فمش هتفرق زي ما قلت لكم لو شفتوها في كتاب جي اتنين ناقص جي واحد او جي واحد ناقص جي اتنين. فالاي مضروبة في الستوبنج سايد ديستنس تربيع على 200 وقوس كده نفتحه، جذر اتش واحد زائد جذر اتش اتنين الكل تربيع. وهنقول لك اتش واحد طبعا هي ارتفاع خط نظر السائق، واتش اتنين هي ارتفاع الاوبجكت، ماشي. وهنقول لك بنحط القيم بتاعتهم بكام. بس الاول قبل ما ننقل على السلايد اللي بعديها او تشوف القيم بتاعتهم، عايزين نقول لك ان الكلام ده لو كانت الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال، طب لو هي اكبر من ال هنعمل ايه؟ المعادله الفورم بتاعتها هيتغير، بيقول لك ان ال بتساوي 2 مضروبه في الستوبنج سايد ديستنس ناقص معلش معلش يا جماعه، ناقص 200 مضروبه في مضروب علام اشاره الكسر، 200 موجوده في البسط ونفس اللي كان موجود في المقام في المعادله الاولانيه، قوس في جذر اتش واحد زائد جذر اتش اتنين والقوس كله تربيع على ايه. طيب الاول قبل ما ننقل على السلايد اللي بعديها، طب هو انا هطبق في المعادله ازاي؟ انا اصلا ال بالنسبه لي مجهول، الستوبنج سايد ديستنس ممكن اعرفها من السرعه، انا مفروض ان انا وانا بصمم منحنى فانا ببقى مبدئيا حطيت السرعه التصميميه عليه كام، تمام؟ فانا اقدر احسب قيمه الستوبنج سايد ديستنس، واكيد انا لما ابتديت احط الخطوط عشان اوازن ما بين كميات الحفر والردم، فانا عرفت الميل الاولاني لكل منحنى والميل التاني كام بس. وطبعا اتش واحد واتش اتنين دي ارتفاعات خط نظر السائق والاوبجكت، وهنحط لك ليها ارقام زي ما اتعلمنا نحط لها ارقام في الستوبنج سايد ديستنس. بس السؤال هو انا اطبق في انهي معادله فيهم؟ اذا كان انا كده كده ال مجهوله بالنسبه لي، وانا مش عارف هي اصلا قيمه الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال ولا اعلى من ال. فاجابه السؤال ببساطه ان انا بفترض واحده فيهم هي الصح، يعني افترض ان انا اقدر احسب الستوبنج سايد ديستنس، تمام؟ وبفترض سي مثلا ان الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال، فهطبق في المعادله الاولانيه واحسب قيمه ال. اتحقق الفرض بتاعي اللي هو ان الستوبنج سايد ديستنس كقيمه اقل من ال، يعني ال اللي انا طلعتها من المعادله دي طلعت اكبر من قيمه الستوبنج سايد ديستنس، خلاص يبقى الفرض بتاعي صح ويبقى الحل بتاعي صح، وبقى ال اللي انا حسبتها دي هي قيمه ال بتاعت المنحنى الراسي التصميمي، طبعا في حاله الكريست كيرف، ماشي. طيب فرضت الفرضيه دي وطلعت قيمه ال وطلعت ال اصغر من الستوبنج سايد ديستنس، يبقى الفرضيه بتاعتي صح ولا غلط؟ غلط. ساعتها هعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ اعوض المعادله الثانيه، الفرضيه الثانيه واخش احل في الثانيه، اعوض في المعادله الثانيه. برافو عليكم، اعوض في المعادله الثانيه. طيب احنا لما كنا بناخد ال الستوبنج سايد ديستنس كنا بنحسبها على اساس ان دايما الدرايفرز اي هايت او ارتفاع خط نظر السائق. اهي يا شباب انتوا بتتكلموا ليه؟ لو حد عنده سؤال يسال. طيب طالما ما حدش عنده سؤال هكمل الشرح. احنا اتفقنا من زمان ان انا بشتغل على اساس خط نظر السائق المور كريتيكال، واتفقنا ان اكتر سواق كريتيكال واكتر سواق مش شايف كويس او مش شايف اقل يعني من اللي حواليه هو راكب العربيه الملاكي، اللي بيبقى في عربيته ارتفاع خط نظر السائق فيه قليل ما بقاش كاشف كويس. فاحنا اتفقنا ان احنا نشتغل على الحاله الورست كيس هي سواق العربيه الملاكي، وهو اللي هيبقى عنده ارتفاع خط النظر بتاعه في حدود 3.5 فيت او المتر، ماشي، زي ما اتعلمنا في الستوبنج سايد ديستنس. هنا عشان يعني ايه الاصطدام هيكون لو في اي عائق، فاحنا هناخد اوبجكت هايت صغير شويه عن اللي خدناه في الستوبنج سايد ديستنس اللي هو نص فيت اللي هو 15 سم، ماشي.
لو طبقنا بالقيم دي اللي هي اتش 1 واتش 2 في المعادله، فالمعادله هيبقى شكلها زي ما هو قدامك كده. الستوبنج سايد ديستنس لو هي اقل من ال، ال هيساوي ايه مضروبه في الستوبنج سايد ديستنس تربيع على 1329، ماشي؟ ولو الستوبنج سايد ديستنس اعلى من ال، فقال لك ال هتساوي الاثنين مضروبه في الستوبنج سايد ديستنس ناقص 1329 على ايه، ماشي؟ بالنسبه لنا ما عندناش اي مشكله تحفظ المعادله اللي فاتت، تحفظ المعادله دي ما عندناش اي مشكله خالص، اللي يعجبك احفظه، ماشي؟ طيب هو انا بصمم على الستوبنج سايد ديستنس بس، حد فاكر الديزاين كريتيريا لما اتكلمنا عليها كانت على ايه؟ كنا بنقول ان انا عايز اصمم بناء على الستوبنج، ان انا احقق السيفتي عن طريق الستوبنج سايد ديستنس وبروبر درينج وكمان كومفورت، ماشي؟ المعادله اللي فاتت دي او المعادلتين اللي فاتوا دول اللي هم بيدوني طول الكيرف، احنا اتعودنا ان انا دايما بيبقى عندي المعادله ممكن في الكود الاقيها اتحلت بتشارت او بجدول، ماشي؟ فعشان نحول المعادله دي لجدول، المعادلتين اللي فاتوا معلش لجدول، فاحنا عرفنا حاجه جديده اسمها كده الكي فاليو، والكي فاليو دي مهمه جدا في الفيرتيكال كيرف لان هي اللي بصمم بيها الفيرتيكال كيرف. المعادله بتقول ان الكي بتساوي ال على ايه، او نفس المعادله دي ان ال طول المنحنى اللي انا عايز احسبه بيساوي الكي مضروبه في ايه، وانا الايه عارف ان هي الفرق ما بين الجي 1 والجي 2 كقيمه مطلقه، ماشي؟ فباجي لو قدرت اطلع قيمه كي من المنحنيات او الجداول وضربتها في ايه، يبقى انا حسبت طول المنحنى بتاعي، تمام؟ طيب الكي بقى اللي احنا بنطلعها من المنحنيات والجداول دي هي بتعبر عن ايه، او الديفينيشن بتاعها هو عباره على ايه؟ من شكل المعادله اللي قدامي دي هي عباره عن النمبر اوف هورزونتال فيت نيدد فور a 1% change of slope، مش الايه احنا عرفناه من شويه واحنا بنتكلم مع بعض اللي هي الفرق ما بين الميل الاولاني والميل الثاني، صح ولا لا؟ مظبوط، تمام. طيب لو انا الفرق ده حطيته في المقام خلاص وقسمت الطول بتاعي على الفرق ده، ماشي؟ فيبقى معنى كده ان هو الطول المطلوب للتغير في الميل، مش اللي تحت ده التغير في الميل، تمام ماشي؟ فهي المعادله بتعرف قيمه الكي، النمبر اوف هوريزونتال فيت نقصد بيه الطول، ماشي؟ لان طبعا احنا ممكن نلاقي جداول ومنحنيات للكي تدينا طول المنحنى بالمتر، ماشي؟ فيبقى الـ بدل ما تبقى نمبر اوف هوريزونتال فيت هنقول اللينث نيدد for a 1% change of slope، ماشي؟ طيب الكي جداول زي ما قلنا، ماشي؟ وليها منحنيات، بس نخلي بالنا بقى من حاجه، احنا لحد دلوقتي في المحاضره بتاعتنا بنتكلم على الكريست كيرف، يعني المنحنى المحدد، ماشي؟ فنخلي بالنا عشان لما هنرجع نتعود نتعلم نبص في الجداول ونتعلم نبص في المنحنيات، فاحنا هنلاقي دايما في منحنيات وجداول خاصه بالمنحنيات المحدبه وجداول ومنحنيات تانية خاصه بالمنحنيات المقعره، تمام؟ في حاجه تانية كمان، الجدول لما تبصوا فيه عشان الناس بتحب تعرف قيم كل حاجه في الجدول، احنا عندنا هنا دي السرعه اهي، طبعا الجزء اللي على الشمال من الجدول هو الجزء المتريك والجزء اللي على اليمين هو اليو اس كاستمري، و معلش يا شباب انا اسفه، معلش. في سلام عليك يا دكتور. الله يسلمكم. الحمد لله انا احسن كتير. والجزء والعمود اللي بعديه هو بيحسب قيمة الستوبنج سايد ديستنس في الجزء المتريك بالمتر طبعا، وبعد كده قيمة الكي ليها قيمة كالكوليتد وليها قيمة ديزاين. الفرق دايما ما بين الكالكوليتد والديزاين ان احنا بنقرب، ماشي؟ نفس القصة بالنسبة للجزء اللي على اليمين اللي هو نفس كل حاجة، بس ايه بالوحدات الامبيريال او الوحدات الامبراطورية او
اللي نقصد بيها الفيت والسرعة تبقى بالميل كل ساعة. الجدول اللي شفناه من شوية بيتمثل في الشارت اللي قدامنا دلوقتي. فاكرين مش احنا قلنا ان طبعا بصوا كده، المحور الأفقي بيعبر عن طول المنحنى الأفقي بالفيت، ماشي؟ المحور الرأسي بيعبر عن الفرق بين الجريد، بس طبعا احنا متفقين ان دايما قيمة الايه هي قيمة في الآخر مطلقة، ماشي؟ فبيقول لك algebraic difference in grade، القيمة بتاعت الفرق بين الميلين كقيمة جبرية بدون إشارات يعني، خلاص؟ وكل خط من الخطوط دي بيمثل عند سرعة معينة قيمة الكي بتساوي كي، تمام؟ الخط الأحمر اللي هو المنحنى الأحمر ده، ماشي؟ ده خط كده مش هو اللي بنشتغل عليه، لكن ده خط فاصل. مش احنا اصلا واحنا بناخد تصميم المنحنى الكريست من شويه خدناه بمعادلتين، معادله منهم لما يكون الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال زي الجزء اللي فوق، ومعادله منهم لما يكون الستوبنج سايد ديستنس اكبر من ال زي الجزء اللي تحت. والخط الاحمر اللي احنا عاملينه لكم هو المفروض خط منقط في الشارت الاصلي يعني، بس احنا عملنا لكم عليه خط بالاحمر كده عشان يبان ليكم ان ده الخط الفاصل بين المعادلتين اللي احنا خدناهم، ماشي؟ الكلام اللي احنا قلناه كله ده كان لما نكون بنتكلم على كريست كيرف. طيب عايزين نتكلم على الساك كيرف او المنحنى المقعر، ماشي؟ بس ازاي السلايد اللي فاتت دي بعد اذنك يا دكتور تاني، اتفضل. انا مش فاهمها يعني، بتاعت ايه؟ اشرحها تاني ثانية واحدة، هشرحها لك تاني. معلش، احنا مش قلنا قبل كده معظم المعادلات اللي بناخدها في الطرق او معظم المعادلات اللي بناخدها في التصميم عموما ممكن يتم تصميم المعادلات لو المعادلة شكلها سخيف او المعادلة حلها صعب او المعادلة مجهدة بالنسبة لي، ممكن تتحل بجداول ومنحنيات تشارتس. فالشكل اللي قدامي ده بيعبر عن تشارت عشان اصمم منه المنحنى المحدد، تمام؟ انا عايز من المنحنى المحدد ده اجيب قيمة الكي.